فما حاجتين منفصلين. انه قل انا بالنسبه لي لا تعني كون الكلام هذا موضوع نتاع القائد الاعلى للقوات المسلحه العسكريه والامنيه شيء، وموضوع انه قل شيء ثاني. خاطر انا كي نحكي لك على المواقع نعرفها، المواقع نتاع العباد هذوما مدى تاثيرها على الميدان واضحه. هنا نحكي على مديرين ورؤساء ادارات كيما حكيت لك، واغلبيتهم في الادارات ما هماش حتى في الميدان، ثم زوز تقريب ميدانيين هما رئيس مدير اقليم سوسه ومدير اقليم نابل في الامن الوطني. دونك العمليه ما عندهاش علاقه حسب تصوري، معناها ديما قراءه شخصيه من خلال انسان فني يعرف الامنيين واحد كل شيء. بالنسبه للموضوع نتاع القائد الاعلى والقياده العليا ولا العسكريه والامنيه، هنا احنا زاد نرجعها للوضع العام نتاع البلاد اللي احنا عندنا سنوات نتحدث عن الصلوحيات ولا نتحدث عن الواجبات. والحال كون المسؤولين هنا مسؤولية، هي خطر انا تخوفني كلمة الصلوحيات، خطر نقرأ وراها هي الغنيمة، نقرأ وراها المصلحة الذاتية الصلوحيات. بينما كي نتحدث الواجب المنطق اللي يلزمنا نمشي فيه كدولة تونسية هو منطق الواجبات. وأول واجب محمول على كل المسؤولين من أعلى السلطة إلى أقل مسؤول لوطة هو واجب التنسيق والتناغم وعمل مصلحة العامة، وما نخدموش في صالح الخاص ولا في صالح المؤسسة هذيك فقط، لا نجزئ الأمور. وهنا هاولنا باش يجرني الحديث لموضوع المؤسسة الأمنية والعسكرية. في خلال الخطابات السياسية والتجاذبات هذه ولينا نحب نهز المؤسسة العسكرية والأمنية إلى أقطاب، والحال هم وحدة ما همش زوز ما همش مجزئين. وأنا خدمت في الميدان ونعرف شنو منذ السنوات، منذ على الأقل التسعينات، والعمل بين الحرس الوطني والجيش الوطني هو عمل مشترك في الحدود وفي الميدان وفي التدخلات متاعنا في أحداث الطوارئ في أحداث الثورة، في كل ثم عمل مشترك في الجبال في القصرين، ثم عمل مشترك. لا يمكن تجزئة الوحدة العسكرية على الوحدة الأمنية مهما كان الطرف اللي يحب يجزئهم. نحكو في أنتيتي كاملة، خطر احنا نحكو في الأمن. الأمن يبدأ من الوقاية إلى أمن الخروج. شكون اللي قال عكس هذا؟ شكون اللي قال عكس هذا؟ لا ما قلتلكش عكس هذا، لا سياسيين ولا غيره. يقول لك هذوما يخدموا يحكموا في البلاد وكذا. لا لا لا. والتناسق ثم اجتماعات مشتركة تصير. وقت على مستوى جهوي وعلى مستوى. سمح سمح، العكس هو اللي قاعد يدار في البلاد. هو هذا يتابع هذا وهذا يتابع هذا. هم مش تابعين حتى حد، تابعين الدولة التونسية. بالطبيعة. لا لا، ثم الدولة التونسية ثم واحد الدولة كل واحد عنده زيرو. سمح وزير هذيك أمور إدارية، لكن أمور العملياتية يتبع. ها نزيدك حاجة أخرى، احنا في وقت كنا في وزارة الداخلية والتوى وزارة الداخلية في العمل نتاعها ما هيش تتبع وزير الداخلية في كل شيء، تتبع وزارة العدل في الإجراءات العدلية. من المغالطات الكبرى وقت يقول لك وزير الداخلية يحب يوقف فلان ويوقف فلان، لا دخل له إلا في الحالات الخاصة نتاع الإقامة الجبرية اللي يسمح قانون الطوارئ. هذاك قانون واضح فيه، البقية هو عمل إداري بحت. دونك العمل هذا ما يتجزأش. كي نحكوا على مجلس الأمن القومي، مجلس الأمن القومي فيه الأمن، فيه الجيش، فيه الديوانة، فيه كل القوات المسلحة. دونك القوات المسلحة كل تتبع أوتوماتيكمون رئيس الجمهورية في إطار صلوحياته كرئيس جمهورية ولا كمهامه كرئيس جمهورية، وتتبع رئيس الحكومة في إطار مهامه. إيش معناه؟ معناه أنت توا كي أنا سيد رئيس الحكومة توا يطلب عمل من طرف وزارة الدفاع والجيش الوطني يعني يمشولوا للدفاع الوطني وقاعدين يخدموا معاه وينسقوا معاه وقايمين بالواجب متاعهم، ما يقولوش راني نرجع رئيس الجمهورية، والعكس بالعكس ما يصيرش. خاطر هذوما قوات تخدم في إطار المهام المخولة لها حسب القانون، مش حسب الانتماء. خاطر ما عندهمش انتماء، ثم انتماء معناها ثم اداريات هذايا ولا تعمل دستور هذاك صلوحيه تعيين وزير ولكن في العمل الميداني هم مربوطين بقوانين ومنضبط القوانين بتاعهم تهم تخصص له المهام بتاعه.